كابتن علاء عبد العال اهلاوي، شايف ايه سر النتائج السلبيه مع سواريش في الاهلي؟ لا هو يعني احنا ما نقولش النتائج سلبيه مع سواريش، لان النتائج كانت سلبيه من قبل سواريش، وطبعا حصل لغط وعدم انسجام ما بين موسيماني واللاعبين في الفتره الاخيره والاداره من ناحيه اخرى. فالنادي الاهلي بيدور على مشروع مدرب زي مانويل جوزيه. طب وانت شايف ان سواريش هو مشروع مدرب لغايه دلوقتي؟ هم المفروض جات لهم اكتر من سي في لمدربين كتير، واعتقد المفروض ان الاختيار لسواريش انه يكون هو ده. لو حصل ان سواريش مش كده هيبقى خطا من الاختيار، اللي اختاروه يبقى اخطاوا، لان النادي الاهلي مسته ان هو يحب الاستقرار. من وجهه نظرك انت شايف ان هو اختيار انسب؟ هو الراجل دلوقتي مظلوم، يعني برضه نتكلم لينا ولا علينا، هو الراجل دلوقتي مظلوم، ما معهوش. انت بتتكلم في لعيبه مجهده، لعيبه كل يوم او كل مباراه يتصاب لاعب او اتنين، بيفقد كتير جدا، فانت ما تقدرش تحكم، لان هو اولا مش هو اللي اختار اللاعبين، بالاضافه ان هو جه وفي اغلب اللاعبين مجهده ومرهقه، فاقدين الثقه في نفسهم معنويا، في احباط، اصابات كتيره، فما تقدرش تحكم عليه. انما هنا يبان شطارته، البصمه. طب انت شايف ان هو قدم بصمه او شايف في بصمه في الفريق لغايه دلوقتي؟ لا يعني لغايه دلوقتي، يمكن حتى النتائج، انت برضو بتقول ايه البصمه مع النتائج، لغايه دلوقتي النتائج بتقول ان هو ما حطش بصمه يعني مع فرق. طب نقدر نحكم عليه امتى يعني؟ بعد كم ماتش؟ لا ما تحكمش على الموسم ده، لما يكتمل الصفوف، لما اختياراته للاعبين. يعني انت افتكر نور جوزيه لما جه مرحلتي على مرحلتين، مرحله اولى وبرده ما خدش الدوري، يمكن حقق طفره مانويل جوزيه وقتها، ما خدش الدوري، انما بدا يبان شكل الفريق، ومع ذلك مشي، الاهلي استغنى عنه، وكان الكلام ده اعتقد في 2001. وبعدين قعد موسم او موسم ونص، وقام رجع تاني 2003. واستمر بقى من 2003 لغايه اعتقد 2010 او 2011، يعني 7-8 سنين، 2010 او 2011، سبع سنين متواصله. هو ده المشروع اللي الاهلي بيدور عليه. هل هيجي ضلتهم في سواريش؟ المفروض ان هم شافوا كل السيفيهات ودوروا، النادي الاهلي اسم كبير، فلازم، فلو لم ينجح يبقى دي هتبقى الامور صعبه بالنسبه لهم.